والجزعة. فاستقر مانع بأسرته في موضعي المليبيد وغصيبة اللذين أصبحا بعد ذلك مناطق عامرة بالسكان والزراعة، وأنشأ فيهما بلدة سميت الدرعية تخليدا لاسم أسرته، وأصبحت الدرعية منذ ذلك الحين إمارة قوية تحت حكم آل سعود. نشأت الدرعية وسط الجزيرة العربية على ضفاف وادي حنيفة. يقع الوادي بمنطقة العارض في الجزء الشرقي من نجد. يمتد الوادي مسافة 120 كيلومترا في وسط نجد من الشمال الغربي إلى الجنوب، مائلا قليلا إلى الشرق. يصب فيه أكثر من 40 رافدة. سمي نسبة إلى قبيلة بني حنيفة التي سكنت المنطقة منذ القدم. الدرعية هي اسم واحة واسعة تضم منطقة كبيرة يسكنها أهلها ويمارسون فيها الزراعة، تمتد لمسافة 8 كيلومترات. ومن أهم مناطقها الطريف التي اتخذها حكام آل سعود وأئمتهم مقرا لهم، ومن مناطقها المهمة البجيري التي كانت مقرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبجانب القصور والمباني شيد الأئمة سورا قويا لحماية وتحصين الواحة بأسرها، وأقاموا له أبراجا على مسافات متفاوتة. كان عام 1157 للهجرة هو بداية الانطلاقة لصعود مسار الدولة السعودية الأولى إلى مركز القوة. في ذلك التاريخ تبنى الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية وساندها بكل قوته، وكان أساس دعوة الشيخ هو العودة إلى نقاء الإسلام الأول ورفض البدع وتطبيق شريعة الإسلام التي يتساوى أمامها الجميع. في عام 1233 للهجرة تعرضت الدرعية لحصار مرير انتهى بعد دفاع بطولي بدمارها بالكامل وتهجير سكانها، ولكنها اتجهت لتنير من جديد في مكان قريب في الرياض العاصمة الثانية للدولة السعودية. وشاء الله أن تعود الدولة السعودية أقوى مما كانت حين قام الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود يرحمه الله باستعادة حكم آبائه وأجداده وتأسيس المملكة العربية السعودية على الأسس القويمة نفسها،
وها هي الدرعية اليوم في عهد أبنائه الكرام تعود رمزا وطنيا سعوديا. ومن دلائل اهتمام الدولة بالدرعية التاريخية صدور الأمر السامي عام 1419 للهجرة، بالموافقة على أن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تطوير الدرعية. ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في ذلك الوقت. فتسارعت الأعمال على جميع المحاور من دراسة وتنقيب وجهد متواصل من الأبحاث والتخطيط، وذلك في حيي الدرعية الشهيرين الطريف والبجيري، لتتكامل مع التطور الكبير الذي يشهده وادي حنيفة والذي تجلى الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. من أهم مباني حي الطريف قصر سلوى، تم إنشاؤه في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، وأصبح مقرا دائما لحكام آل سعود وأئمتهم. وبعد الانتهاء من تأهيل هذا الموقع الأثري المهم، سوف يحفل هذا المكان بعديد من المتاحف المتخصصة. فاليوم يتم إعداد قصر سلوى ليكون أهم المتاحف في الدرعية لعرض تاريخ الدولة السعودية. وسوف يتاح للجمهور التجول داخل هذا المتحف من خلال العرض المفتوح. هنا على جانبي الممرات سوف يستمتع الزوار بعديد من لوحات العرض. أما مظاهر الحياة بمختلف جوانبها في الدرعية فستعرض في متحف الحياة الاجتماعية في قصر عمر بن سعود. سيتاح للزوار الاستمتاع بالإقامة في منازل طينية مجاورة للقصر والتسوق من السوق الذي تنتشر محله في المباني التراثية المحيطة. أما بالقرب من قصر الإمام عبد الله بن سعود فتوجد إسطبلات الخيل ومتحف الخيل العربية الأصيلة الذي يعرف الزوار بالخيل وطرق العناية بها في تلك الحقبة الزمنية وبيان مدى اهتمام الأئمة والأمراء بها. في العام 1431 للهجرة الموافق العام 2010 للميلاد، أصبح حي الطريف بالدرعية التاريخية هو ثاني المواقع الأثرية السعودية التي ضمتها قائمة التراث العمراني العالمي باليونسكو. عند بدء تشغيل هذا المشروع الثقافي والوطني المهم ستشهد ليالي الطريف عروضا متكاملة بالصوت والضوء تحكي قصة الدرعية وكفاحها ومجدها وبطولتها والأحداث التي مرت بها. ومن حي الطريف إلى حي آخر من أهم أحياء الدرعية هو حي البجيري. يقع الحي في الضفة الشرقية من وادي حنيفة، وبه مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقد ضم عددا من المساجد والكتاتيب التي أسهمت في نشر العلم في نجد والجزيرة العربية. ونظرا لهذه الأهمية التاريخية للحي سوف تقام فيه مؤسسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تعنى بتراث الشيخ العلمي والفكري وتسعى لإبراز مفاهيم الدعوة الإصلاحية التي نادى بها ويهتم بالدراسات العقدية والدعوية المتخصصة. من خلال جسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستطيع زائر الدرعية أن ينطلق من حافة حي البجيري إلى مدخل الطريف مرورا بمركز استقبال الزوار. وقد تم ترميم مسجد الضويهرة أيضا وفق المنهج العلمي لترميم المنشآت الطينية.
وفي هذا الحي أيضا يتم إنشاء المنطقة المركزية التي تشمل المحلات التجارية والمطاعم ومواقف السيارات تحت منسوب الأرض، وذلك لخدمة الزوار والمرتادين. أما ساحته الرئيسة فتستخدم نقطة انتقال بين عناصر حي البجيري، ويمكن توظيفها في الفعاليات الثقافية والعروض الفلكلورية المحلية. المساحة الأكبر من حي البجيري سوف تكون لمتنزه الدرعية الذي يشمل مدرجات طبيعية على حافة وادي حنيفة، وتزينه العناصر المعمارية والجمالية بالإضافة إلى جميع المرافق الخدمية الأخرى. هذه هي النخيل الشهيرة باسم نخل السليماني، وهي نخيل الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب، تقف دالة على اهتمام أهالي الدرعية بالنخيل التي كانت من أهم مزروعاتهم. الدرعية هي ماض عريق وحاضر يدعو للفخر والاعتزاز. بنيت هذه البوابة من مفردات تراث المكان، ورفعت قريبا منها أعلى سارية علم في المملكة، يبلغ ارتفاع السارية 100 متر. في القمة تحمل السارية علم المملكة العربية السعودية الذي يبلغ طوله 30 مترا وعرضه 18 مترا، بحيث يرى من أماكن بعيدة. معرض تطوير الدرعية التاريخية تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويقدم صورة بانورامية عن الدرعية والمشروع الكبير الذي يقام لإعادة تأهيلها. وهذا المعرض يحظى بعديد من الزيارات، سواء على مستوى المسؤولين أو ضيوف المملكة أو أبنائها من طلاب المدارس وعامة المواطنين. هذا الأسلوب المعماري التقليدي يعطي الدرعية هويتها ويذكر بتاريخها، ليس فقط في الدرعية التاريخية بل حتى في بعض المباني الحديثة. هذه المباني جاءت على الطراز المعماري النجدي القديم، مثل مبنى البلدية ومقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد والشركة السعودية للكهرباء وغيرها من المباني التي استفادت من المفردات التراثية للمنطقة حتى تكون جزءا من هذه اللوحة الخلابة. أخذت الدرعية كثيرا من جمالها من هذا الوادي، وادي حنيفة، فهو أبرز معالمها الطبيعية. هذه البساتين والمزارع والقرى المنتشرة على ضفتي الوادي هي جزء من مظاهر البيئة التقليدية في الدرعية. ويمتاز الجزء من الوادي الذي تقع فيه الدرعية بخصوبة أراضيه ووفرة مياهه، وتزينه باسقات النخيل التي توفر بعض أجود وأفضل أنواع التمور. يمتلك سكان الدرعية 72% من المزارع في المنطقة، منها 46% تدار بواسطة ملاكها. تطوير هذه المواقع يشكل مصدرا ثقافيا وترفيهيا وزراعيا لسكان المحافظة. وشكلت جغرافية الوادي بوعورتها وارتفاعها حصنا منيعا لقصور الدرعية ومبانيها المطلة على سهول الوادي. وقد قامت أحياء الدرعية في أعالي هذه السفوح المنيعة على جانبي الوادي. ولا تكتمل زيارة الدرعية بدون المرور على مزارعها الخاصة ومجالسها. هنا تشعر كأنك عدت بالزمن إلى الوراء، وألقيت نظرة على الأيام الجميلة التي عاشتها هذه البلدة، وعلى الجمال الذي كان ينبعث من هنا. We'll be right back.
الأكلات الشعبية في الدرعية هي ذاتها تلك الشهيرة في نجد، مثل المرقوق والجريش والقرصان والأرز واللحم. يقع سد العلب شمال الدرعية التاريخية بمسافة 8 كيلومترات أعلى وادي حنيفة. تتجمع مياه السيول في السد بعد هطول الأمطار لتشكل بحيرة طبيعية، والعلب من أهم السدود المقامة على وادي حنيفة، حيث تتجمع فيه المياه المتدفقة من شعيب الحيسية والعمارية. وفي السد متنزه يحتوي على ممرات للمشاة وجلسات للمتنزهين، بالإضافة إلى المواقف ومرافق الخدمات والأشجار الصحراوية وأشجار النخيل، وهو أحد المتنفسات المفضلة لسكان الرياض. وبالرغم من أن الدرعية حديقة كبيرة مفتوحة، إلا أنها تحظى أيضا بعديد من الحدائق التي تم إنشاؤها في أحياء المحافظة، وذلك لإضفاء مزيد من الجمال والبهجة على سكانها. وقد يلفت انتباهك أثناء زيارتك الدرعية هذا المجلس الذي تم تصميمه على شكل مركب شراعي، حيث يرسو بشكل لافت على حافة الوادي. ويجد شباب الدرعية أمامهم كثيرا من الخيارات لقضاء أوقاتهم، خاصة في المقاهي الحديثة، وكذلك في المقاهي ذات التصميم التراثي مثل هذا المقهى. وشباب الدرعية يمارسون هواياتهم المفضلة في نادي الدرعية وعديد من الأندية والمراكز الرياضية في كل أنحاء المحافظة. ويهتم شبابها بصفة خاصة بكرة القدم، لذلك تم تأمين عديد من الملاعب لتمنح المتعة لأكبر عدد من شباب المحافظة. لا أحد في المملكة يجهل فرقة الدرعية للفنون الشعبية، حيث إنها أشهر فرقة تقدم فنون العرضة السعودية. تشارك الفرقة في المناسبات الوطنية كافة بزيها المتميز وإيقاعاتها الخلابة. تعيش نموا عمرانيا، سواء في المباني السكنية أو التجارية أو المباني الحكومية. أحياؤها الحديثة تقف جنبا إلى جنب مع مبانيها التاريخية في لقاء نبيل بين الأصالة والمعاصرة. الله المسجد الذي كان يصلي فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن تمت إعادة بنائه. يرجع تاريخ إنشائه إلى فترة الدولة السعودية الأولى ما بين عامي 1157 و1233 للهجرة، وهو الآن من أهم المعالم الدينية التي تميز الدرعية الحديثة.
صممت هيئة تطوير الرياض لمشروع تطوير الدرعية خطة هندسية بديعة للإضاءة لكي تضفي المزيد من الجمال والروعة على هذا المحفل الوطني التراثي. والدرعية اليوم التصقت بمدينة الرياض نتيجة للطفرة العمرانية الكبيرة التي مرت بها العاصمة وامتدت في كل اتجاه. ومع ذلك فإن الدرعية تحظى بأسواقها التجارية المتميزة القديمة منها والعصرية. عنها عذب كعذوبة مائها، والوقوف بأطلالها جميل كجمال واديها. هنا وقف رجالها مواقف عز وفخر لكل سعودي، وهنا أثمرت أرضها إيمانا وحبا ومجدا، مجدا رفعه الآباء وبنى عليه الأبناء جمال ماضينا، ونحن نبني جمال مستقبل أجيالنا. هنا